مرحبا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هناخد اهم المانشيتات اللي جت في صحافه النهارده من وناخد اول مانشيت معانا من الوطن الصفحه الثالثه. حمايه المستهلك والمستثمرين يبحثان وضع السعر على المنتجات. يعقوب نسقنا مع الاتحاد حملات لدعم المنتج المصري. الحقيقة هو احنا بندعم المنتج المصري، لكن احنا برضو لازم نقول ان في ناس كتير قوي يا خالد نزلوا وكان عندهم صدمة من الاسعار، فانا كنت منهم الحقيقة. الأسعار يا جماعة طبعا صعبة جدا. الاسعار بقت صعبة جدا، وخصوصا للناس اللي كانت متوسمة خير انها تنزل تجيب حاجات شتوي وفي اوكازيون وكده، لكن معلش. طيب معانا خبر تاني، والمصري اليوم الصفحة السادسة، وانفوجراف بيوضح نصيب الفرد من بعض السلع الغذائية خلال 2014 2015، وبيتكلم بقى على السلع الأساسية. بنتكلم على القمح والرز والخضروات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن والطيور. الحقيقة ده بالنسبة ل 2014 و2015، وشايفين ان 2014 2015 في يعني في القمح النسبة زادت، الرز النسبة قلت 2015، الخضروات النسبة قلت 2015، الفاكهة النسبة زادت، كانت الأول 57 بقت 63، اللحوم الحمراء النسبة زادت 2015 عن 2014، كانت الأول 10 8 من 10 بقت 13 و6 من 10، وده كله بكيلو جرام بالمناسبة. والدواجن والطيور النسبة ثابتة 2014 2015. عظيم. من الشروق صفحة 11، تمن أفلام في موسم أجازة نصف السنة بتكلفة 90 مليون جنيه. تامر حسني ومحمد رمضان وعمرو سعد يعلنون التحدي، وآدم وعيد وقمر يحلمون بالعودة السينمائية. القرد بيتكلم وبنشتري راجل يحاولان الخروج عن الأفكار التقليدية. يا قلبي الخبر اللي جاي بيوجع القلب، بس ان شاء الله يا رب يا رب ربنا يوفق فريقنا النهارده. وبنتكلم المصري اليوم الصفحه ال11، شويه ارقام عن تاريخ مواجهات مصر والمغرب. الحقيقه المواجهات بتقول ان الفراعنه انتصروا مرتين، وكان دايما يعني حظ الاسود الاطلسي افضل، ومواجهه عربيه خالصه تجمع منتخب مصر والمغرب اليوم بربع نهائي أمم أفريقيا بالجابون. بنتكلم على 7 ألقاب أفريقية، والهدافين كانوا حسام حسن هدفين، 156 هدف في أمم أفريقيا، 23 مواجهة، 5 ودية و18 رسمية، 5 مواجهات بأمم أفريقيا. كل ده وإحنا كان في انتصارين للفراعنة. يا رب النهاردة يا رب والنبي يبقى التالت يا رب، علشان خاطر المصريين ويفرحنا كلنا. لا أنا إن شاء الله متفائل جدا يا جدا رب جدا يا رب إن شاء الله. دلوقتي إحنا